تعرف بيك يا حاجه؟ اسم حضرتك ايه؟ اسم الاصلي؟ اي اسم اللي يعجبك؟ ام مراد ولا اسم عضو زكريا محمد؟ عندي كام سنه؟ عندي 16. بيقولوا ان انت اشهر عجلاتيه هنا، ده حقيقي؟ لا في غير. ماشي، بس انت شاطره في الصنعه دي؟ ايه بتعملي ايه بقى؟ قولي لنا بتعملي ايه وبتبتدي شغلك ازاي؟ اي حاجه في العجلات. زي ايه؟ نظام الزفت، الاكس، المكنه، الفرامل، كوشر، اي حاجه في العجلات بتعمل. لا بتبقى تنزيل، تنزيل دي فك وفك الثاني عادي. اي حاجه. تمام. بقالك قد ايه شغاله في الصنعه دي؟ اتعلمت مش هو اللي علمت، انا في مزاجي اني اتعلم. بس انا افري انا بقالي 50 سنه في الشغلانه دي. اسعار العجل عامله ايه دلوقتي؟ قولي لي اسعار العجله الصغيره كام والكبيره كام؟ ديت كاوتش اسمه عجل نجر. اللي هو العريض ده. عامله 1200. ماشي. احنا من شهر قبل رمضان كنا بنبيعها ب 1200. على غلو البضاعه زادت مره واحده 200. تمام. كنا بنجيب الاول. في فنيات في الشغلانة بتاعتك زي ايه مثلا؟ حاجات فنية ما حدش ياخد باله منها قوي يعني. تشكيلات يعني كده، فرد الكاوتش اللي بنعملها. دي بتعملوها؟ بتبتدي لا تجيب ملونه جاهزه بتشتغل. بس انا عايز العجله بتاعتي تبقى شكلها باين منظر قدام الناس. ماشيه انها عجله. في فرد الكاوتش مبقوشه بتبقى غاليه بنجيبها. كرسي الوان انضف منها. نركبوها. عايز مثلا ديكورات اسمها ديكورات. تمام. انت بتجمعي عجل صح؟ بتاخد معاك وقت قد ايه تجميع العجله؟ ايه ظروف ساعات تاخد 10 دقايق، ساعات تاخد نص ساعه، واحد عايز حاجه بقى انا وياه. اسعار العجل عامل ايه دلوقتي؟ تعالى اعتبر احنا اسعار العجل قد ايه تقريبا؟ بتبدا من عجل مثلا 800 جنيه 700 جنيه. هيلاقي واحده فوق ب 30 جنيه لك. انت حر قول يا حسن. باب الحديد في الدخل 26.